لجميع مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذا اللقاء. نسبة رطوبة عالية خلال هذه الأمسية على السواحل مع ضباب خلال الليل سيتشكل كما قلت على السواحل. أما خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ارتفاع لدرجات الحرارة تقريبا على جل المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية. هناك تنبيه ساري المفعول إن شاء الله على كل المناطق الداخلية وكذلك الواجهة الساحلية الوسطى. إذا ننتظر بحول الله بعد تلاشي ضباب أجواء مغشاة خلال الأمسية على السواحل وخاصة المرتفعات والهضاب الوسطى والشرقية، احتمال بعض الزخات من المطر. إذا على الجنوب دائما سحب ستنتشر، احتمال كذلك لتساقط أمطار من منطقة تندوف نحو أقصى الجنوب كذلك مرتفعات الهوغار والتاسيلي. خلال هذه الليلة إن شاء الله مقاييس ما بين 22 إلى غاية 28 درجة تقريبا على المناطق الشمالية، ترتفع خاصة على السواحل الوسطى وكذلك المناطق القرب الساحلية. ننتظر 27 درجة على غرداية وكذلك ولاية إليزي، 30 درجة على كل من تندوف وحتى على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى في ارتفاع تقريبا على كافة المناطق الشمالية، تنبيه ساري المفعول على المرتفعات الداخلية وكذلك الواجهة الساحلية الوسطى، مقاييس ما بين 42 درجة إلى غاية 47 درجة. نفس المقياس على الصحراء الوسطى، 37 درجة على تمن رست، 44 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى أقول قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، لا مضطر حاليا خاصة على الواجهة الساحلية الغربية، مع رياح معتدلة تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، تبقى ضعيفة على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية. درجة حرارة مياه البحر تقارب 25 درجة. موجة حار تستمر خلال نهار الثلاثاء إن شاء الله تقريبا على كافة المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات، درجة الحرارة تقارب 47 درجة مع نسبة رطوبة عالية وأجواء رعدية على الهضاب خاصة الوسطى والشرقية كذلك على منطقة تندوف. أما خلال يومي الأربعاء ويوم الخميس كذلك موجة الحر ستستمر مع نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية مع أجواء مغشاة على المرتفعات، سحب ركامية من منطقة تندوف نحو أقصى الجنوب، درجات الحرارة ترتفع كذلك على الصحراء الوسطى. مع وقت غروب الشمس اليوم الغد سيكون بحول الله في تمام 8:05. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم.